nicely. نعيش ليه؟ ليه ليه السؤال المرعب ده؟ عايشة يعني عايشة ليه؟ حد غلط. عايشة يعني ربنا عشان اعبد ربنا واعمر الارض علشان اكل تشيز كيك عشان ناكل برضه تشيز كيك بتاع شريف تشيز كيك شريف طبعا هي اللي معيشه هنا تجازلت السؤال خلاص لا انا خايفه قوي عايشين على ايه عشان اكل واشرب وانام واخرج انبسط لا معرفش انا عايشه يعني انت عايش ليه؟ مش ربنا خلقني عشان عايش بضيع وقت لغايه لما اموت واحد لسه لغايه دلوقتي ما جاوبتش انا عايش عشان اجاوب على السؤال ده انا عايش ليه؟ عشان ابقى جامد جدا عايش ليه؟ برضه عشان ابقى جامد جدا اشمعنى هو؟ انا عايش ليه؟ مش عارف لا عايش طبعا عشان عايش ليه؟ مش عارف انا ميت سؤال محرج جدا سؤال محرج جدا تتحرك عشان ايه؟ اكل تشيز كيك بتاع شريف عايش ليه؟ سؤال صعبة لا مش عارفة الكيان البشري ما بيبقاش موجود ولا في الحيز بتاع المكان ولا الزمان اللي هو عايش فيه كلنا كده الإنسان كائن متجاوز ما بيعيش في نفس الحيز اللي هو موجود فيه يعني إيه؟ يعني كلنا بلا استثناء جوانا غريزة اسمها غريزة التجاوز إن الإنسان يتجاوز حدوده ويتواصل مع غيره طب يتواصل بإيه؟ إيه اللي أنا عايز أتجاوز نفسي بيه وتواصل بيه مع غيري كلنا بنمر في الحياة بتجارب التجارب اللي احنا بنمر بيها في الحياة دي بتمثل البحث عن المعنى معنى وجودنا في الحياة احنا موجودين ليه؟ احنا عايشين ليه؟ المعنى اللي احنا بنكتسبه من خلال تجربة الحياة اللي احنا بنعيشها كلنا بيهمنا ان احنا نتواصل ونتجاوز حدودنا ونوصله لغيرنا ليه؟ لأن دي غريزة كلنا مولودين بالغريزة دي غريزة التواصل زي غريزة البحث عن المعنى بالظبط علشان كده أنا موجود هنا النهاردة علشان كده مؤتمر تدت عمل علشان الناس تقدر تنقل خبراتها التفاعل اللي حصل ما بين الشخصية بتاعتهم وبين البيئة اللي هم عايشين فيها
التواصل اللي الإنسان بيحاول يعمله مع المجتمع اللي حواليه بيبقى من خلال بحثه عن المعنى. طب إيه المشكلة اللي بتواجهنا؟ في الأول كان في عبارة قالها أينشتاين بيقول إن الهدف بتاع العلوم كلها إن هي تلاقي الوحدة في الاختلاف. الوحدة في الاختلاف، إن برغم من إن كل حاجة على الأرض إحنا بنشوفها مختلفة ولكن هي وحدة واحدة، كيان واحد. التواصل أو التجاوز اللي الإنسان بيحاول يطلع بيه هو إنه يرجع يتحد تاني مع كل حاجة حواليه، مع كل حاجة موجودة في الأرض وموجودة في الكون. العزلة اللي الإنسان بيعيشها بتعيشه في ألم، بتعيشه في نكد، بتعيشه في كآبة. الفيديوهات اللي انتوا شفتوها دي عينة من فيديوهات صورتها في مؤتمر كان في الجامعة الأمريكية في الجريك كامبس اسمه رايز اب. في أحسن ناس بتفكر، في كل الناس الستارت ابس، الناس اللي بتعمل مشاريع ومشاريع مش قليلة، حاجات نجحت. الناس دي كلها كويسة، الناس دي مش معنى ان هي اغلبها ما جاوبش ان هي مش عارفة هي عايشة ليه. ولكن السؤال مفاجئ، السؤال مفاجئ لسبب بسيط جدا، ان اغلبنا للأسف، للأسف وانا اسف ان انا هقول الكلمة دي، فقد الايمان والثقة بالقدرة البشرية على اداء المهمة اللي هو موجود علشانها. اغلبنا بيكتسب فكره من التعليم، ما بيكتسبوش من الوعي، الوعي الذاتي اللي موجود جواه. كلنا بلا استثناء مولودين وجوانا البوصلة اللي بتوجهنا ناحية الصح والغلط. والكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي، الكلام ده موجود في الإنجيل، موجود في القرآن، كل الناس اللي وصلت له بتقوله. في آية في الإنجيل بتقول إن فيما معناه إن الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يبقى خسر، خسر كل حاجة. لو كسب الدنيا كلها بس خسر نفسه يبقى خسر. طب ليه؟ لأن هو كده ما كسبش، هو كده ما وصلش لنفسه، هو كده ما وصلش للمعنى اللي موجود علشانه في الأرض. في آية في القرآن بتأكد المعنى ده بشكل تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم وجهك للدين حنيفا. اللي هو إيه؟ هو إيه الدين حنيفا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. الدين هو الفطرة، الدين هو الفطرة. طب ليه الدين هو الفطرة؟ لأن الإنسان جواه اللي يعيشه. الإنسان مش أقل من أي كائن أو مخلوق موجود على الأرض. أي كائن حي، أي حيوان، أي نبات بيعيش من غير ما نعلمه يعيش إزاي، ما بيحتاجش حد يعلمه إزاي يأكل، يشرب، ينام، يتجوز. يعني الإنسان زيه زي أي، ما يقلش عن أي حاجة. التعليم اللي احنا بنتعلمه للأسف، للأسف بيعتمد على طمس الفطرة، ما بيعتمدش على اكتشاف الإنسان يقدر يقدم إيه ويعمل إيه. وهو ده اللي بيعمل الكونفليكت أو بيعمل الصدام مع الإنسان، مع نفسه. أنا الفيديوهات دي أنا مصور مع 138 واحد. في ناس كتيرة كانت بتقول لي طب ما ينفعش أقولك أنا بشتغل إيه، أنا بدرس إيه. للأسف اختزلنا حياتنا كلنا في ألقاب، في مهن، ضيعنا الحياة في مهنة. أنا بعيش حياتي كلها موجه كل طاقتي البشرية إن أنا أنجح في مهنة، أنجح في شهادة. طب وبعدين؟ هل هي دي بس الحياة؟ النظام اللي احنا عايشين فيه، النظام الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه، ومش بتكلم على مصر، أنا بتكلم على النظام الاجتماعي كله، بيحاول يكبد الناس بالنظم التعليمية. ليه؟ لأنها سيكيورد، لأنها آمنة، لأنه يقدر يتنبأ بيها هو هيروح على فين بعد كده. وبدل ما تقدر تكتشف، لأن جزء من الاكتشاف أو جزء من أنك تكتشف معنى الحياة المغامرة، أنك تجرب حاجة جديدة، أنك تفكر، أنك ما تمشي نفس التفكير اللي غيرك فكره قبل كده. إسحاق نيوتن وواحد اسمه لابلاس، عالم بتاع رياضة، اكتشفوا الفكر الميكانيكي. إيه الفكر الميكانيكي ده؟ أن الحاجة اللي بتتكرر حدوثها هيتكرر حدوثها، ثابتة متتغيرش. الحاجة اللي تكرر حدوثها هيتكرر حدوثها تاني. طب وده يفرق معانا في ايه؟ ايه علاقته بينا وباللي بنقوله ده؟ ده خلى الانسان يتجه ناحية نفس الفكر ده، مش مجرد في الميكانيكا او في الفيزياء، ده بدأ يعممه في الاقتصاد، في اداء البنوك، في كل حاجة. انا عايز اضمن حياتي، انا عايز حياتي تبقى ثابتة زي ما عشت،
اكمل اعيش زي ما هي، اعمل كومفورت زون كده مقفوله عليا ومتقوقع جواها علشان ابقى سكيور، ده ابقى امن، مفيش حاجه تاثر فيا ولا تيجي فيا، انا كده مبسوط. هل انت كده مبسوط؟ لا مش مبسوط. لحد ما جه بعديه عالم فرنساوي اسمه بونكاري، واحد تاني روسي اسمه الكسندر ليبلانوف. الناس دول اكتشفوا ان في سلوك فوضوي في الكون، اكتشفوا ان السلوك الميكانيكي ده مش حقيقي، مش صحيح، ده ظاهري، لكن في سلوك غير منتظم في حركه الكون. السلوك الغير منتظم في حركه الكون ده هو ده الواقع، هو ده اللي احنا بنعيشه. وابتدت تظهر حاجه اسمها نظريه الفوضى، الكايوس، ان السلوك اللي اتكرر قبل كده مش هيتكرر تاني، لان عشان سلوك يتكرر انت محتاج تعزله عن اي حاجه ممكن تغيره، اي حاجه. وفي نظريه في الفيزياء اللي هو القانون الثاني بتاع الديناميكا الحراريه بيقول ان اي نظام مغلق مقفول ما بيخشلوش طاقه ولا يخرج منه طاقه، الطاقه اللي فيها هتخلص. برضو اي نظام بيسموه قانون الانتروبي او العشوائيه، اي نظام مقفول هتضيع الطاقه اللي فيه. طب ده ايه علاقته باللي انا بقوله؟ ايه علاقته بيا كبني ادم؟ ان انت تحط نفسك جوه نظام مقفول وتقول هي دي حياتي اللي النظام الاجتماعي حطيني فيها، وخلاني اطلع طاقتي دي في رسمه، في اغنيه، في رقصه، في شغل، في تربيه ولاد، في اي حاجه، وخلى اختزل حياتي في هي دي، هو كده حطك في قالب مقفول. انت حياتك بتخلص وما بتعيشهاش. النظام المنغلق اللي الانسان بيدخل نفسه فيه بيبقى زي ما قلنا ان هو الهدف منه المجتمع عايز يسيطر على الطريقه اللي الانسان بيعيش بيها، فعايزه يفضل مستمر بنفس الطريقه اللي هو بيعيش بيها علشان ما يخرجش منها، وبالتالي يقدر يتنبأ حركاته بعد كده ايا كانت، والطريقه اللي بيفكر بيها والطريقه اللي هيفكر بيها، عارف هو رايح فين وهيروح فين. ده بيخلينا كلنا بنعيش في كابوس. الكابوس اللي بنعيش فيه ده هو الألم اللي احنا بنعيش فيه. بقاء السيستم ده او النظام ده قائم عن طريق اولا التعليم. انا مش ضد التعليم وبتعلم وهفضل اتعلم، ولكن التعليم ما يلغيش وعيك، ما يلغيش الصوت اللي جواك اللي ربنا خلقه جواك، الفطرة ما يمسحوش ويحط مكانه التعليم، ما يخليكش مش واثق في نفسك وكل ما تيجي تاخد قرار تقول المجتمع هيرضى عن قراري ولا لا. اسمع صوتك اللي جواك ودور وفكر. كلنا بتقابلنا المشكلة دي وكلنا وصلنا لده، لأن كلنا من نفس المجتمع. ما بقولش ننعزل عن المجتمع، بس على الأقل نبقى ماشيين في توازن. أعرف المجتمع عايز إيه وأعرف أنا محتاج إيه. Being destroyed, an economy based on endless growth is unsustainable.